شارك عشرات الآلاف من الأشخاص في تظاهرات حشدة بمدينة برشلونة، دعت ذلك للمطالبة بتشكيل حكومة مصممة على المضي في انفصال الإقليم عن مدريد. وبحسب الشرطة البلدية فقد شارك 45 ألف شخص في التجمع الذي نظم تحت شعار الجمهورية الآن. يأتي ذلك في الوقت الذي توصل فيه الحزبان الرئيسيان بمعسكر إلى دعاة الاستقلال إلى اتفاق للمضي في الانفصال عن مملكة إسبانيا، حيث نص الاتفاق عن طرح مشروع دستور كتالونيا على الاستفتاء.